وفي نشرة سابقة أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعتمد على خطط دراسية وتطبيقية نتج عنها نجاح مشروع المكتبة الرقمية، موضحا بأن الوزارة ستسعى أيضا إلى تفعيلها في 20 مدرسة أخرى بعد أن لاقت إقبالا كبيرا من الطلبة. دائما في أي مشروع تطويري تعتمد على دراسات ثم برنامج زمني ثم مرحلة تطبيق ثم تقييم. نعم. احنا بدأنا من خلال هذا المشروع في 20 مدرسة، ولله الحمد كانت هناك نتائج يعني تدعو إلى الارتياح، وأن هناك خطوة الآن قادمة، وهذه الخطوة هي تتمثل في إضافة 20 مدرسة أخرى وربما توسع أكثر، لأن احنا وجدنا أن هناك إقبالا كبيرا من الطلبة ومن أولياء الأمور وكذلك الأخوان في العاملين في الميدان التربوي للاستفادة من ما تحتويه المكتبة الرقمية من معلومات تدفع بجهود كبيرة جدا نحو الأفضل.